ضربيبه طاحين للتاكسي ضربيبه عبيبه رانا عاكلين عبيبه كندرة حمرا طاحين للتاكسي كندرة حمرا يا عادي جامرة عاكلين يا عادي جامرة تيجي عداري تشعلك تيجي عداري تحتلي كالي يا عبدي للحق تحتلي كالي تيجي عليكي تشعلك تيجي عليكي تيجي كيتي يا عبدي للبدلي تيجي كيتي حول دارنا بس لوزة في لوزة لوزة باب الدار يعني باب الدار هنا الدار كانت هي هناك مع باب الدار لوزة كبيرة كبيرة بك تحبها هالكدة ومكوسة بس إلى ملكة في شغلة خاصة جواتك ما فرقش هذه عن هذه يعني شجرة الزيتون وشجرة التين وشجرة المشمش شجرة التفاح شجرة الخوخ كلها بعتبر زي بعضها لأن تعبت فيه وزرعتها حليت أنا بعرف يتخيل منظر اللد بالضبط يعني من كلامك بدي أشوف اللد قدامي أنا مرة كانت اللد فيها أشجار وفيها حيوانات وفيها كل إشي وانت اخذتينا على الدار فوق لما قلت هاي الدار وهي حتقول انا اخذت على دارنا قلت انت هاي دارنا من زمان ما دملتناها اللي كان كلها دور جنب بعض زي يعني زي مخيم زي مخيم هذيك قريه او بلده اللي قلت لك هاي دارنا وهذه توت البلد وهذه دار جيراننا قرايبنا وهذه ما هي الحين هي خفيانة ما هي تعدها قدامي هالحين هل كنت تعدني واقف في جواها تاريخ عائلة هماش طبعا هم في الاصل اصلهم بلدهم الاصل بيت عطاب تعرف ها من قرى القدس هم هي سيدي هو احمد خليل هماش انولد ببيت عطاب بالعشرينات واجرى المخيم يوم الشتات في 48 واستقر راح رمى الله بعدين اجى على بيت لحم واستقروا مخيم الدهيشة قعدنا في الخيام 5 سنين ناكل ونشرب ونتغسل ونتحمل في جوا الخيمة وين حملت
فيا في الاسبت تلكي الحالة على الله. إذا استلموا هالطحنات هالناس زي بلادهم الكمح والذرة والشعير والترسنة من جميع الثمار يكبى عند الواحد. أنا عندي قناعة أن كلنا لاجئين في هالوطن، إن كان بجالي ولا سحوري ولا تلحمي ولا دهيشي من الدهيشة، احنا كنا لاجئين الوطن هذا، مش إلنا احنا لحد الان مش شارين هذا الوطن إلنا. هو صادق بكل انك انت لاجئة، بس شعوري اني انا لازم اعمل شيء عشان اكون مواطنة مش لاجئة. تفضلي. يلا اكشن اكشن. انا اسمي حنان رمان، بسكن في مخيم الدهيشة، عمري يعني عمري 26 سنه. شو كمان بطلع وانا جوزها لحنان اسمي عماد محمد صالح، بسكن في الدهيشة، عمري 31 سنه. غيداء احكي اسمك. غيداء عمان محمد صالح داود. قديش عمرك احكي لهم؟ 4 سنين ونص. شكرا. طبعا سيدي صعب في التعامل، يعني ستي بعرفش كيف كملت معه لانه كان صعب كثير، بس هي يعني والله عن جد صعب سيدي من ياض الله. كيف ستي بتحكي مش عارفه فيعني، بس ستي يعني عرفت انه عندها 9 أولاد وبنات، طبعا لازم دير بالها ويتعلموا، عشان كانت تتحمل ولليوم تتحمل. الحين بتكاتروا بطلع عليهم 2 ساعة وهم نازلين في العراق. انت بتفكري انا لما بشتغل 37 سنة مكلب واحد عمل، هن هذول خالاتش واخواتش شنو اللي علمهم؟ كيف تعلموا؟ طبعا انت شاكين بلاش تعلموا؟ لا بشغال شاقة، بشغال شاقة. جوزي بتذكر اكثر مني، يعني هي الشغلات بتمر بتمرش عليه يعني. انا بنسى. انت مش متذكر الا اذا بذكرني يعني. هو بعرفش والله، سؤال لك مش الي يعني. واحنا خاطبين ولا كنا نتخبى انا وياه احكي يعني هالشغلات ما احكي. كنا لما يعني بده يشوفني يودي وراي يعني مع اي حدا، او اذا شافني يعني نقعد مع بعض. كان في عنده غرفة صغيرة يعني كنا نقعد فيها وكانت امي تظل تدور علي في الحارة، وين حنان وين حنان. بدي اشتغل عامل، وانا كنت في غنى عن العمل، وكنت مش مسؤول عن اطمع يعني، بس اشتغل في رزقي اللي الله كتب لي اياه. لكن انفرض علي فرض من احتلال اليهود لبلدي ولداري، انفرض هذا العمل. يعني انا وحدانية لامي، يعني بنت واحدة، فأمي يعني كانت تطمح إني أنا يعني أخذ دكتور، عارفة كيف يعني واحد مش طريش برستيج يعني، واحد معه مصاري. بس أنا يعني ما كنت أفكر في الشغلة هاي بالمرة، يعني كنت أحب عماد يعني. بشتغل منطقة بيت لحم يعني، كنت أشتغل بال عند اليهود أو بإسرائيل يعني، كانت شغلتي فراشة ودهان يعني، عارفة. فمع الانتفاضة هاي صفى الأمور صعبة إن نطلع نشتغل زي أول، فاشتغلت في المطعم. إيش فكرت؟ وين بلك في مية هان؟ هاي فكرت هذي. فكان فرضا.